السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نقدم لكم وصفة لرولي بجنواز الماء بذوق الفاني. وصفة ناجحة وسهلة وبالنزهة مثل المحلات، لازم تجربوها. بلا ما نطول عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة إن شاء الله. أجل هذه الوصفه استحبات بيض، فصلت الصفار عن البياض. لازم البيض يكون درجة حرارة الغرفة، نزيد معه رشة من الملح ونخفقه حتى يعمل رغوة خفيفة. نضيف الآن ملعقة من الفاني. بعد ما عمل الرغوة ضفت ملعقة صغيرة من الفانيليا كما راكم تشوفوا، ونبدأ نضيف 7 ملاعق من السكر تدريجيا. السكر ضيفوه تدريجيا حتى يولي هيداك الميرانغ. الآن نبدأ نضيف صفار البيض على سرعة منخفضة. نبدأ نضيف كذلك 7 ملاعق من الزيت غير مملوءة على سرعة تكون كذلك منخفضة. من بعد ما دخل الزيت مليح مع المكونات، نبدأ نضيف كذلك 7 ملاعق من الماء على سرعة منخفضة كذلك. نبدأ نضيف 7 ملاعق من الفرينة، ملاعق تكون هكذا، ونصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نبدأ هيدا نغربل الفرينة ونضيفها هيدا تدريجيا. الفرن عملته يسخن على 180 درجة. دائما الفرينة دخلوها من تحت للفوق. نخلطو المكونات مليح، نفرخها هيدا في الصينية. المقاس تاعها 30 على 40. الصينية لازم تكون مفرشة بورق الطاي. كما راكم تشوفوا انا عملت ورق الطاي، كنت ديجا استخدمته في الكاطو المرة اللي فاتت. عاودوا استخدموه، كيبقى هذا نظيف عاودوا استخدموه لوصفة واحدة اخرى مثلا ما يواش. الفرن عملته يسخن على 180 درجة. لما نشوفها خدات لون ذهبي من تحت في الجوانب، نعاود نحمر لها وجهها تاخذ لون ذهبي من الفوق، ونخرجها حوالي ربع ساعة، من 10 دقائق لربع ساعة. كل واحد والفرن تاعو، كاين الفرن تاعو في الساعة يطيب إذا كان صغير، وكاين يكون عنده فرن كبير شوية يطول. سرحوها. الشانتيي نحتاج كأس إلا ربع شانتيي. هاد الكأس سعته 250 ملل. نعملو في الباتور. الشانتيي راه عندي باردة، ونضيف معها كأس حليب. الحليب راه بارد، نضيفو حتى هو على الشانتيي ونخفقهم حتى اللي تولي كريمة متماسكة. هيا الكريمة تماسكت، حطها في الثلاجة تبرد شوية. الكاطو كذلك خرجته، شوفوا معايا كيفاش يجي. خليوه يبرد على خاطره. من بعد ما خليتها بردت، طيبت ان سيرو. سيرو راه دافي، اللي عملت فيه كأس من السكر وكأسين من الماء مع قطعة ليمون، ونسقيها إلى الجينواز. ممكن ما تسقيوهاش إلا تحبوها ناشفة. كاين اللي ما يحبش الكاطو مشرب، ممكن تستغناو على هاد المرحلة. الشانتيي بعد ما تماسكت نإطالي هيدا شوية طبقة، كل واحد يعمل على حساب ريح. كاين اللي يحب الشونتيه بزياده يزيد، واللي ما يحبهاش بزاف ينقص، يعمل طبقه رقيقه. والان نروليها كما راكم تشوفوا راه بارده. السر اللي باش ما تتكسرش معكم هو لازم ما تطيبوهاش بزاف. نعاود نزيد طبقه نتاع الشونتيي من فوق هيدا. بواسطه هاد الاعداس نعمل خطوط خفيفه.
انا زينتها بورود من الشونتيه ورشيتها بالفايتين، ممكن ترشوها باللوز ايفيلي او بالكاوكاو، الشيء اللي يكون عندكم متوفر في البيت. هذه الوصفه ناجحه، نتمنى تجربوها وتخليوا لي ارائكم لتحت في التعاليق اللي هي جد مهمه بالنسبه لي. وبهذا الفيديو وصل للاخير، اللي دخل اول مره يعمل اشتراك فضلا وليس امرا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.